كي دايرين لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو الف خير ان شاء الله. اليوم غنصور معكم البنات بغيوش اقتصاديا هي اللي عندنا في الدار، ماشي شي حاجه كثيره بسيطه كاع تاع الحد، ما عندناش شي حاجه فيها. وفي نفس الوقت كيفاش يجي ولداد ما كيخليوناش نخرجوا الباتيسيري نشريو. وهانتوما معايا شاهدوا معايا هذا الفيديو، نتمنى ان الاعجاب ديالكم. عندي هنايا كاس اللبن، كاس الزيت، كاس ديال الماء دافي، عندي بيضة، خلاص السكر ديالنا، عندي مبشور ليمونة حامضة هانتوما، وخميرة هاد الكاطو والخميرة المعجونة البنات. وهانتوما معايا هانتوما البنات، عندي هنايا بيضة، غندير غير الأبيض والصفر غنحتفظ بيه فقط. عندي كاس ديال اللبن هانتوما ديال العنبه البنات، وراني درت قبيصه ديال الملحه البنات، كاس الى ربع الزيت بدون زبده، ما فيهمش شي حاجه كثيره البنات، الماء دافي، كاس مبشور ليمونه حامضه هانتوما، المذاق ديالهم تيجي رائع البنات، انكم تجربوهم. والخميرة المعجونة اللي عندو حبيبات يديرها هانتوما، معلقة كبيرة، هادي عندي معلقة ما كبيرهش بزاف البنات، وخميرة خميرة الكاطو راس المعلقة هانتوما. عندي انا هاد العبار، ونخلط هاد الخليط ديالها جيدا، نزيد عليه واحد ربعة المعلقة د الفرص، ومزيان دقيق يكون مزيان هانتوما، نخلطو هاد الدقيق مزيان في هاد المكونات. نتمنى معجبوكم البنات، كيجيو رائعين، وجدوهم من كوتي العشية اللي درتكم. أخواتي تيشاهدوني، احنا تنفوضو حاجات بزاف على قد تجيب وعلى قد البسطة واللي عندك في الدار. هانتوما نخلط هنايا مزيان الخليط ديالنا، دابا غنغطيوه، نغطيوه مزيان، نغطيوه ان شاء الله الخليط ديالنا حتى تتفاعل فيه الخميرة ونرجع عندكم. هانتوما البنات، حنا رجعنا لكم بعد ما تفاعلت الخميرة ديالنا، غنزيدو السكر، غنردد جوج ديال معلقات السكر، دابا غنزيد لحسب طوق السكر البنات، غنزيد ثلاثة اخرين لحسب الحلاوة، ديك معلقة عندي صغيرة، وندير السكر والطحين ديالنا هانتوما. هنا عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق عبرتو، هاد البغيوش كيجيو خفاف، نخلط بيداوي ماشي شي حاجة، بلا ما تقيسو من يديكم لا والو هانتوما. نبقاو شوية بشوية تنزيدو في الدقيق ديالنا، تنحسو بالخليط ديالنا، ماشي جاري كاع في المرة بحال الكيكة، ولكن في نفس الوقت يكون خفيف. الدقيق ديالنا العجينة ديالنا راه خجالية ماشي قاصحة بزاف، هانتوما البنات نخليوها فهاد الحجم هدا، نخليوها تخمر تفاعل مزيان فيها الخميرة هانتوما. وهانتوما البنات بعد ان شاء الله ما تخممنا العجينة ديالنا وعاد نرجع عندكم، دابا نغطيوها
بلاستيكا ديالنا انتما ونرجع عندكم بعد ما تخمر ان شاء الله. انتما البنات من بعد ما تفعلت لنا الخميره ديالنا في العجينه ديالنا تفعلت مزيان عندي هنا كاينه الزويته نعرف العجينه ديالنا نا خفيفه العجينه البنات انتما كتشوفوا ما راه كتبان لكم خفيفه البنات بزاف. دابا غادي نبدا نشكلها على كوارات صغارين لهذا الحجم هذا نتوما الحجم اللي بغيتو البنات. كيجيو زوينين غنديرو معاهم كريم باتيسري غادي نشتو تا هو درت فيه مذاق الحامض كيجي رائع البنات ما نقولكمش عليه. كنعرفو وليداتنا تيبغيو هاد الشي هدا وجالسين جالسين كنبغيو نتمشغلو ونديرو شي اللي جالس في يدنا وتفيد وليداتنا. انتوما البنات نتمنىكم تجربوهم كيجيو زوينين نشكلهم كلهم على الكوارات كيتلاصقو في يد البنات. انتوما كل ما كانوا البريوش خفاف كيطلعو زوينين انتوما يا منظف البنات. نحطهم عليها هو البريوج ديالنا انتوما هذا هو الكريم ديالنا كريم باتيسري انتوما البنات غير طلعتو غير بالماء ماشي بالحليب ودرت فيه مبشور حامضه حتى هو جا واحد المذاق ما نقولكمش البنات. نتمنىكم تجربوا عندي كاس الماء هنايا وربعه المعالق ديال كريم باتيسري اللي جاهز ماشي اللي كيتصاوب في الدار وهانتوما معايا البنات. بعد ما صوت الكريم باتيسري ديالنا هنايا نديرو شويه ديال الداخل انتوما هادو غنديروهم على شكل كوينيرات صغيرين انتوما هكا على تشكيله هكا طويولين تيجيو زوينين البنات. انتوما حتى الداخل ديالو انتوما كيجي هاد المذاق ديال الكريم البنات ما نقولكمش عليه نشكلطو ليه هكا الكريم باقا سخون البنات باقا سخيفنا نتوما نتمنى انكم تبعدوهم حيت راه خفافين باش ما يجربلكمش نتويا ويجوكم تحسين. نديرو هاد الشكيل كل هكا ونخرجو شكيل اخر نتوما
تيطلعوا البنات تشعلي لهم الفران تيطلعوا غزلان ما نقولكمش عليهم. وهاد الكريم د باتيسري مع داك المذاق د الحامض تيعطي واحد المذاق روعه. انتما صافي تستيرو ما على شكل بيتزا. وهذا هو الشكل كما وريتكم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وانتم من بعد ما نكمل ان شاء الله نرجع عندكم. انتم اخوتي بعد ما وجدت البغيوش ديالنا انتم نتمنىهم لكم لكل وحدين، راه كيجيو غزلان. هادو اللي درت لهم الكريم باتيسري من الداخل، انتم فقط درت لهم تزيين غير بسيط، هو ماشي شي حاجه كبيره، شويه ديال سكر كلاصي ملي خرجتهم من الفران. هانتوما كي كيجيو في الشكل، نتمنىكم تجربوه مع البنات هانتوما لوليداتكم. وهادو اللي درت لهم على شكل حاله زناب كريم باتيسري نيت. وهادشي اللي كاين البنات، نتمنىكم تكونوا خفاف عليكم.